اختتمت أمس فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، واستمرت الفعاليات على مدى أسبوعين تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة، وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا. في تظاهرة فنية راسخة ومتنوعة جاء الحفل الختامي لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 30 بين جدران محكى القلعة بكوكبة من إبداعات ساحر النغم الموسيقار عمر خيرت. حاجة جميلة جدا يعني ما شاء الله، وحاجة حلوة يعني، حاجة ممتعة وحاجة جميلة جدا. والله المكان جميل جدا والأسعار رمزية والناس بتجيله من كل مكان. حلوة جدا ومبسوطة جدا بجد إن أنا موجودة معاكم، والمكان بصراحة حلو جدا وأسعار مناسبة لكل الناس، هو المكان حلو ومفتوح، مبسوطة بجد. أنا بحضر المهرجان ده من سنة 2002 من وأنا لسه في تانية إعدادي. المكان ده أحلى مكان في الدنيا. مجموعة من الألوان الإبداعية الجادة قدمها مهرجان القلعة على مدار 42 لوحة غنائية موسيقية تتوافق مع خطط تحقيق العدالة الثقافية وجذب الجمهور بمختلف فئاته وبأسعار تذاكر مناسبة. المكان جميل جدا طبعا، الجو هنا يعني رائع، غير ان احنا الحفلات اللي هي ممكن تبقى غالية في اماكن تانية هنا بأسعار مناسبة كويسة ان احنا ممكن نقدر نيجي. حاجة جميلة قوي ان احنا جينا اصلا حضرنا حاجة زي كده وبالسعر دون وبالجو دون، حاجة جميلة قوي ان احنا لقينا حاجة زي كده اصلا، فاهمني؟ المهرجان نفسه بالناس دي كلها الفنانين والحاجات دي حاجة حلوة قوي، انا مبسوطة منها. والحمد لله وشكر يا رب ان احنا عندنا في مصر وفي بلدنا الامن والامان اللي موفر لينا ان احنا نقدر نيجي ونشوف الحاجات الجميلة دي. المهرجان طبعا تحفة، وانا تالت حفلة جيها بصراحة جميل جدا. يأتي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء كأحد أهم المحافل التي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ونجح منذ ميلاده عام 1990 في تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني. رامي محمد، التلفزيون المصري.